الرحمن الرحيم للبيع شقة في منطقة يمرة. طبعا شقة داخل مجمع سكني متكاملة الخدمات. احنا الان في الدور الثاني، رقم الشقة 5، مساحتها 165 متر مربع، 3 غرف وصالة. اول ما ندخل اكرمكم الله على يد اليمين في دورة مياه، وعندنا هنا الصالة ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة. طبعا الدور الثاني لها اطلالة على البحر ايضا زي ما شايفين في منطقة يمرة. هذه البلكونة الامامية، مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، واجهة امامية اطلالة على البحر. طبعا هذه الاطلالة بلكونة مشتركة بين الغرفة والمطبخ والصالة. طبعا مجمع فيها مواقف سيارات، ألعاب أطفال، جلسات عائلية، حراسة أمنية، كاميرات مراقبة. أيضا يوجد سوبر ماركت داخل المجمع. عندنا هنا المطبخ، دواليب فيها جاهزة راكبة. هذه الدواليب ما شاء الله تبارك الله، أيضا لها مخرج للبلكونة الأمامية. وعندنا هنا الغرفة الأولى أيضا لها إطلالة على البحر. هذه الغرفة الثانية، طبعا هنا عندنا دورة المياه الثانية الرئيسية، فيها أيضا جاكوزي. هذه غرفة النوم الرئيسية، مساحة كبيرة ما شاء الله، لها مروش أو دورة مياه خاصة بالغرفة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد.